بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، صاحب السنة المطهرة، المبعوث رحمة للعالمين، سيد الأولين والآخرين، سيدنا محمد بن عبد الله الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم مع حضراتكم من هذه القراءات في كتب السنة، باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: هو أحد المتصدقين. هذا هو العنوان، أو هذه هي الترجمة التي وضعها الإمام البخاري للحديث الذي سيأتي، باب من أمر خادمه بالصدقة. والأمر هنا من المالك للخادم أن يوصلها إليه، فيكون لصاحب المال ثواب، ويكون لمن وصل الأمانة ثواب. وأيضا يقول: ولم يناول بنفسه، ثم يذكر وقال أبو موسى الأشعري عن النبي صلى الله عليه وسلم: هو أحد المتصدقين. يعني هذا كأنه متصدق، وهذا الذي وصل المبلغ الفقير يأخذ ثوابا. ومعروف أن الخادم وظيفته أن يستجيب لطلب مخدومه، بل سيأتي أيضا أن الخازن للمال الذي يحافظ عليه يكون له ثواب. فلنقرأ الحديث. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. هذا الحديث يبين أن الأجر والثواب لا يختص به المالك وحده وصاحب المال، الزوجة، الخادم أو الخازن للمال يناله أيضا الأجر والثواب. يفتح الحديث منافذ لعمل الخير وللمثوبة على عمل الخير. إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، والنفقة هنا تكون من الأمور المتطوع بها أو الأمور الواجبة، وآثر التعبير بالطعام لأنه في الغالب يكون هو المأذون به، ولأنه ما يحتاج إليه الناس أكثر. لكن الأمر ليس خاصا بالطعام، قد يكون طعاما، قد يكون نقدا، قد يكون غير ذلك، كساء أو نحو ذلك.
الكل ينطبق عليه الأمر، إلا أن تخصيص الطعام لأهميته وللحاجة والضرورة إليه أحيانا، ولأنه عادة الذي يكون مأزونا فيه بين الرجل وزوجته. وأضاف البيت إلى المرأة، إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها لملابستها ومسكنتها وسكنها إياه، إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة، وهذا قيد وشرط، أي حال كونها غير مفسدة بل أخرجت ما ينبغي أن يكون وفيما هو مأذون لها، ولذلك قال كان لها أجرها بما أنفقت بما قدمت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. ربما ينصرف الذهن إلى أن الأجر لا يكون إلا لصاحب المال، ولكنه يبين أن التعاون في عملية الخير وفي توصيل المنافع للناس له أهمية، وحتى لا تضيق المرأة ببذل الرجل وكرم الرجل، فأحياناً بعض النساء يمنعن أزواجهن من الإنفاق حرصا على المال، وأحيانا لا تكون المرأة سباقة بالعطاء، وأحيانا لا يكون الرجل موجودا وتكون الزوجة هي الموجودة. فلذلك أشار هنا إلى قيام المرأة ومشاركة المرأة للرجل في الإنفاق، وبين أن لها أجرا على ذلك. وإسناد الإنفاق إلى المرأة أو إلى الزوجة، لأن الزوجة يكون معها إذن من الزوج بالإنفاق، والإذن قد يكون عاما وقد يكون خاصا. أما إذا لم يكن هناك إذن ولم تكن غير مفسدة بل أفسدت، فلا يكون لها أجر بل يكون عليها وزر. فالمرأة أو الزوجة إذا أنفقت من طعام بيتها، وقلنا إنه خص الطعام لأنه الذي يجري به أحيانا الإذن، ولأنه من ضرورات الحياة، ولأن الحاجة إليه قد تكون أشد. إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، هل تنفق بدون معرفة الرجل؟ ممكن إذا علمت أن هناك من المعهود أنه لا يعارض في هذا الإنفاق فيها من هذا الطعام أو من بعضه أو بالمقدار المعين، فهذا فيه ما يشبه الإذن العام، والذي يباح لها أن تنفق منه، وعهدت أنه يتسامح من ماله في هذا الجزء الذي تنفق منه. أما إذا كان أمرا كثيرا أو نقدا أو هاما، فيحتاج إلى إذن من الزوج، وهو الإذن الخاص. وهذا الإنفاق قد يكون إنفاقا للفقراء، وقد يكون إنفاقا على الأبناء، وقد يكون إنفاقا على البيت. ينطبق في عموم
لفظ الحديث على كل أنواع الإنفاق، على الأبناء، على البيت، على الفقير، على المحتاج، إنفاق من الزكاة الواجبة، إنفاق من الصدقة المتطوع بها، كل ذلك يفيد إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة لا تتجاوز الحدود، بل يكون إنفاقا معهودا بالتسامح فيه، كان لها أجرها بما أنفقت، أي بما قامت بالإنفاق وما قامت على المال وما بذلت يكون لها أجر، لا يغمطها الله حقها في ذلك. وإن لم يكن المال مالها، بل كان المال مال الزوج، مع هذا لها بما أنفقت ثواب، كان لها أجرها بما أنفق، ولزوجها أجره بما كسب، لأنه هو الذي كسب المال وأتى بهذا الطعام أو بهذا المال، فلها أجرها بالإنفاق ولزوجها أجره بما كسب، نظير ما كسب وعمل، فكان له أجره، وللخازن مثل ذلك. ولماذا للخازن؟ أليس موظفا يتقاضى راتبا وأجرا، لكنه يلوح هنا لمن يقوم على خدمة المال والحفاظ عليه بأن المسألة ليست فقط مجرد قيامه بالعمل، بل إن له ثوابا عظيما عند رب العالمين سبحانه وتعالى. وهذا يدفع الخازن إلى المحافظة وإلى الدقة وإلى مراقبة الله سبحانه وتعالى. فكما أن لها الأجر بما أنفقت وأعطت، وكما أن للزوج الأجر بما كسب، فأيضا للخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. لا الزوج ينقص ثواب الزوجة أو الخازن، ولا الزوجة تنقص ثواب الزوج أو الخازن، ولا الخازن ينقص ثوابه. لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. وهذا يجعلنا نرى أن الإسلام يحث الجميع على العمل وعلى الصدقة وعلى الإنفاق وعلى الإخلاص فيما يؤديه كل من الزوج ومن المرأة ومن الخازن. هناك حديث آخر يفيد أنه إذا أنفقت المرأة من غير إذن زوجها فله نصف الأجر. كيف يكون لها نصف الأجر وهو نصف الأجر ولم يأذن لها؟ ألا يتعارض هذا مع الحديث الذي معنا؟ لا، لأن المراد هنا أن معها إذنا آخر عاما، أو عهدت فيه أنه يأذن بمثل ذلك، وحينئذ لا يكون هناك تعارض بين الحديث الذي معنا وهذا الحديث الذي يقول بدون علم الزوج، لكن بدون علمه في هذه الواقعة أو في هذا الإنفاق، لكن معها إذن عام وعهدت أنه في مثل ما أنفقت
يبيح ذلك ويكون راضيا. أما إذا لم يكن هناك إذن لا خاص ولا عام وتنفق ففي هذا ضرر، وفي هذا قد يكون الوزر، لأنها أنفقت بغير إذن عام ولا خاص وأفسدت، فهنا لا يكون هناك أجر بل يكون هناك وزر. فالشرط من أجل أن يكون هناك أجر أن يكون هناك إذن للزوج، إما إذن عام أو إذن خاص في بعض هذه الأمور، أو تكون عاهدت له ومنه بأن تنفق مثل ذلك. ونلاحظ أنه بيّن أن لكل أجرا، الخازن أو الخادم والزوجة والرجل، ولكن ليسوا سواء، بل الأجر يختلف من شخص لآخر. فعلى سبيل المثال، لو أن الرجل أعطى الخازن أو الخادم مبلغا كبيرا من المال مثلا، وقال أعطه للمحتاج الذي على باب الدار، فأعطاه إياه، لا يكون الأجر متساويا بين الخادم وسيده، بل يكون أجر السيد أكثر وأجر الخادم أقل، لأنه لم يتعب مجرد أن أوصله إلى الواقف على الباب. لكن قد يكون الأمر بالعكس، المبلغ يكون بسيطا والفقير يكون بعيدا، فهناك مشقة أو بذل جهد في توصيل المبلغ إلى الفقير، فيكون أجر الخازن أو الخادم أكثر من أجر صاحب المال، لأن المال كان قليلا. وهكذا فكل إنسان بحسب عمله وجهده، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. ونستنبط من هذا الحديث أولا، يجوز للمرأة أن تنفق بغير علم زوجها إذا علمت رضاءه وإذنه بذلك. لم تأخذ الإذن لكن علمت وعهدت أنه يكون راضيا وأنه يأذن في مثل ما أنفقت. هذا هو الحكم الأول من الأحكام الفقهية في الحديث. الحكم الثاني، ما أنفقته المرأة من كسب زوجها من غير أمره الصريح في ذلك القدر المعين، ومعها إذن عام سابق، وله نصف الأجر، لأن معها إذنا عاما سابقا فيكون لها نصف الأجر. ثالثا، أن للخازن أجرا على حفظه وقيامه على المال، الخازن على حفظه للمال وقيامه عليه كان له أجر، وإن كان هذا عملا يقوم به ويكلف به، لكن الإسلام يحث العاملين على الإخلاص في عملهم وعلى الأمانة والدقة والمحافظة، حتى يتأتى لصاحب المال أن ينفق وأن يعطي المحتاجين. الأمر الرابع، ينبغي على المرأة وغيرها عدم الإفساد في مال الزوج، بل عليها أن تلزم جانب الاعتدال في الإنفاق دون إفراط أو تفريط. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا، وكان بين ذلك قوام، لا يكون هناك إسراف وتبذير، ولا يكون هناك بخل أو تقتير، بل الوسطية التي يؤدي الإنسان فيها ما وجب عليه في ماله. أنفق يا ابن آدم، أنفق عليه.
كذلك أيضا يستنبط إذا أمر صاحب المال خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه جاز هذا، أن تنيب الخادم أن يحمل الصدقة إلى الفقير، فهو مما يغتفر وإن كانت المباشرة للفعل أولى. يعني الصدقة من الغني أو صاحب المال عن طريق الخازن أو الخادم الذي يوصله هذا جائز، وإن كان الأفضل أن يقوم هو بأداء هذا المال. كل ذلك من قبيل الحرص على أن تؤدى الأموال والحقوق لأصحابها. وبالله التوفيق، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.